هذا الفيديو بإذن الله رسالة من الله لك حبيبتي. بإذن الله أنت صاحبة العقل والقلب. اللهم إني تجردت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلمة. كيفكم حبيباتي؟ طمنوني عنكم يا رب، دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل. ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين. ويا رب أعط كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا، يا رب أعطه سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل، واجعل لهم دعوة لا ترد كفلق الصبح يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، في هذا الفيديو، وأقصد بهذا الفيديو أهل العقول، لأصحاب العقول، لا أقصد أصحاب العقول الأذكياء والنابغين والدكاترة والبروفيسورات وأصحاب الدراسات العليا، لا، أقصد بهم أهل العقول الذين لا تمر عليهم آيات الله إلا ويأخذون منها العبر والعظات، إلا تحرك في قلوبهم الخيرات. أهل العقول الذين ذكروا في القرآن أولو الألباب وأهل البصائر، هؤلاء هم المؤمنون حقا بإذن الله كما وصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الفيديو بإذن الله رسالة من الله لك حبيبتي. بإذن الله أنت صاحبة العقل والقلب، ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اسمعي هذه الآيات في سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، شوفي ربي سبحانه وتعالى أقسم بالفجر. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. هذه الأقسام رب سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. الله سبحانه وتعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى. عظمت الفجر وعظمت الليالي العشر، الليالي الأولى من عشر ذي الحجة، وعظمت صلاة قيام الليل. شوفي الأقسام العظيمة هذه. ثم قال سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، هل هناك أعظم من هذه الأقسام يا أولي العقول؟ صاحب الحجر لذي حجر هم أصحاب العقول.
من هذه الأقسام التي أقسم الله بها بهذه الأزمان العظيمة لأهل أصحاب العقول الذين لا تمر عليهم آيات الله هكذا إلا ويقومون بها. والفجر، شوفي الصلة بين الثلاثة أقسام، والفجر وليال عشر، عشرة ذي الحجة، والشفع والوتر، صلاة قيام الليل. الثلاثة أخواتي أزمان، هم أزمان استجابة، وأزمان أهلها أهل الاستجابة والخير. من يقوم صلاة الفجر الله سبحانه وتعالى يجعل له شأن خاص من بين الناس، كمن يقوم الليل، كمن يقوم بهذه الليالي العظيمة، ليالي عشرة ذي الحجة. فشوفي رب سبحانه وتعالى كيف جمعهم كلهم وأقسم فيهم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع والوتر، قيل الشفع والوتر هو صلاة قيام الليل. فتخيلي هذه الأوقات العظيمة رب سبحانه وتعالى جمعها في بداية سورة الفجر، ثم ختم هذه السورة. واسمعي هذا الختام العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يعني من يحافظ على صلاة الفجر، من تحافظ على صلاة الفجر بإذن الله تنال النفس المطمئنة التي تبحث عن الطمأنينة في حياتها والرضا. حافظي على صلاة الفجر، صلاة الفجر أهلها أهل البركة، أهل الحفظ من الله سبحانه وتعالى. من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، بحفظ الله، برعاية الله، بولاية الله سبحانه وتعالى. من يحافظ على صلاة الفجر له شأن خاص: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة، لهم نور خاص في وجوههم سبحان الله، لهم سكينة في قلوبهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أيوة، الرضا الذي نفتقده هذه الأيام أخواتي. شو ما نكون عنا من أموال وأولاد وأزواج ومن كل شيء عنا، لكن ينقص في قلوبنا الرضا، الرضا بما أعطانا الله. لا هذه أحسن مني، لا هذه بتاكل أحسن مني، لا هذا بيت أحسن مني، هي عندها أحسن مني، هي وظيفتها أحسن مني، هي بتاخذ أحسن مني. دائما عايشين بتسخط على الله. إيش معنى أنا؟ ليش أنا لهلأ ما تزوجت؟ ليش أنا لهلأ ما جبت أولاد؟ ليش لهلأ أنا ما عندي بيت؟ ليش أنا لهلأ أولادي هيك؟ ليش أولادي هيك؟ ليش الناس كي؟ دائما تسخط على الله، عدم رضا، فعايشين بضنك، لأنه نحن ما عايشين مع الله، لا نرضى بما أعطانا الله. فالتي تريد الرضا وتريد الطمأنينة وتريد السكينة وتريد الخير وتريد الحفظ من الله وتريد النور التام يوم القيامة والنور التام في الدنيا والآخرة بإذن الله، وترى النور بين عينيها والهدى أمامها بإذن الله، فلتحافظ على هذه الصلاة العظيمة، فلتجعل لها كل الأهمية في يومها. ومن تحافظ على صلاة الفجر أخواتي، بتشتكي بتقول أنا ليش ما بحافظ على صلاتي، أنا نفسي حافظ على صلاتي، دعولي أنا صلاتي. حافظي على صلاة الفجر، ستحافظي على صلواتك كلها بإذن الله. صلاة الفجر هي بداية يومك، إن وفقتي فيها وفقك الله بإذن الله بكل يومك، بكل يومك التوفيق تناليه بإذن الله. وما توفيقي إلا بالله.
التوفيق أخواتي من الله، الرضا من الله، السكينة من الله، الطمأنينة من الله. اللي بده الخير، بده الطمأنينة، بده البركة، حافظي على صلاة الفجر اللي هي آخر همك. اللي انت تجي بالليل تقولي أنا ما قادرة أقوم، يلا يلا بكرة بكرة حافظ عليها، يلا يلا بكرة بكرة إن شاء الله بحاول إني أغير منبه، أنا اليوم تعبانة نفسي نام كم من نوم هيك، لكن مدرسة، لكن الجامعة، لكن الوظيفة أهم، المنبه معير ما بينشال، لكن رضا الله، الله بعدين إن شاء الله بس شوي يعني هلأ بدي أرجع كمان وبدي أشوف صحبة صالحة ودولي على هي واسمع هذه، يلا يلا بكرة بكرة، تسويف تسويف تسويف. ثم تقول ليه حياتي ملخبطة؟ ليش أنا مكركبة؟ ليش أنا غيري أحسن مني؟ ليش وليش وتسخط؟ وبعدين بتعاني من أمراض وبتعاني من المشاكل وبتعاني من هموم. حافظي على صلاة الفجر، حتى لو كنت بعز المصاب ربي يسكب في قلبك الرضا والطمأنينة. الله سبحانه وتعالى يعطيك معية خاصة من تحافظ على صلاة الفجر، تنال الخيرات والبركات في يومها. أختم بقصة أخواتي لوحدة من الأخوات قررت وعزمت على أن تحافظ على صلاة الفجر حتى ربي سبحانه وتعالى يرضى عنها. شوفي، ما حافظت على صلاة الفجر حتى تنال وظيفة، ما حافظت على صلاة الفجر حتى يأتيها زوج صالح، حتى يعني تعيش حياة كريمة، حتى يعني يبقى السكينة ببيتها. شوفي، أول شيء بين عينك خلي رضا الله، الله يرضى عني، الله يرضى عني. قالت لي حافظت على صلاة الفجر حتى يرضى الله عني. وعملت شغلة، كانت عندي صاحبة صالحة الله سبحانه وتعالى وهبني إياها، هبة من الله، اتفقنا أنا وياها إنه نحافظ على صلاة الفجر، إنه نفيق بعضنا على الصلاة، هي تفيقني وأنا فيقها، حتى لو أنا كنت نايمة هي تفيقني، حتى لو كنت فايقة أسمع صوت الرنة وتقوم تقلي قومي نصلي صلاة الفجر. صليت الفجر، قومي نصلي الفجر. وكانت هذه الصاحبة تصبر علي كتير، أحيانا ترن علي أكثر من ربع ساعة على التليفون وهي عم ترن علي ترن علي حتى قوم صلاة الفجر. وكنت أصحى وادعي لها ادعي لها، يعني ما بعرف لساني وتقوم على صلاة الفجر حس لساني عم يدعي هيك لحاله لهالإنسانة. ويومها والله الذي أصلي فيه الفجر أرى فيه توفيق عجيب، حافظت على صلاة الفجر، وكل يوم عن يوم أنا أشعر بسكينة وأمان وطمأنينة بقلبي عجيبة، كل المشاعر السلبية اختفت من قلبي ومن صدري، بديت أحس بإيجابية بحياتي، بديت أحس أني أنا حاسة حالي قادرة أنجز أشياء كتير، وشوف يومي بركة كتير، كل شيء بدي إياه وكل شيء كنت مقررته أني أنجزه في هذا اليوم بفضل الله ينجز معي وبأسهل ما يكون، بتوفيق من الله. بالفعل أرى التوفيق بين عيني والحفظ من الله. داومت على صلاة الفجر، قالت لي أكثر من فترة طويلة يعني شهور وأنا أحافظ على الصلاة وأنا أتمسك فيها كل يوم عن يوم أكثر وأكثر، من كتر ما شفت فيها خير كبير، كنت ما نام إذا تأخر الوقت. شوفوا أخواتي العمل بالأسباب، ما أنام إذا تأخر الوقت حتى لو شو ما كان عندي بكرة، صلاتي أول شيء. فصارت صلاتي كلها أول شيء سبحان الله، وصارت هذه الأخت تفيقني وتلاقيني صاحي، وصرت أنا فيقها، وكل يوم عن يوم صرت أنا أقوى بصلاة الفجر، وصرت أجعل لنفسي ورد من القرآن. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. التي تريد أخواتي نيل الخيرات واستجابة الدعوات في هذا الوقت المبارك، الوقت المشهود عند الله، الفجر. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأنت صرت بفضل الله أنا في رفقتي على صلاة الفجر،
وصارت أحلى أيام مرت بعمري. ويوم من الأيام تتصل علي شركة أنا قدمت إلها إني أتوظف فيها، وحطيت هيك قالت سيرتي هيك يعني مثل يعني أمل، إنه معني ما عندي كان أبدا شعور إني أن أقبل بهذه الشركة. تتصل علي تقولي تعالي أنت انقبلتي بهذه الوظيفة، وهذه الوظيفة التي أتمناها والله، كل شيء فيها مثل ما بدي، بأحسن منصب وأحسن يعني ما يكون بفضل الله. ويوم عن يوم بدت حياتي تتحسن أكثر، وبدت الأحلام اللي كانت مقفولة قدامي تتحقق واحدة ورا واحدة. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت. الذي يوفقه الله لصلاة الفجر، أهل الفجر هم أهل التوفيق والخير. وخسران ومحروم، والله محروم وخسران من يضيع صلاة الفجر، من تضيع عليه هذه الفريضة العظيمة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا أخواتي الحبيبات، وكل من يسمعني الآن، وكل من يؤمن على دعائنا، يا رب اجعلنا من أهل صلاة الفجر، من أهل التوفيق، من أهل الرضا، من أهل النفوس المطمئنة. وجعلنا ممن قلت فيهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، يا رب العالمين. وكل من يسمعنا الآن، وكل من يؤمن على دعائنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وجميع المسلمين، يا رب العالمين. ويا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض، يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما. لا تنسوني من دعائكم، وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.